بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، نهاركم سعيد، ليلكم قمر، وفجركم إن شاء الله يتقبل الله في كل الطاعات والأعمال الصالحة. آمين. معنا الشيف العماني العالمي عيسى اللمكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك والمشاهدين والمستمعين أيضا حبيبي، ومخرجنا الجميل الرائع الأستاذ إبراهيم زجالي والفريق العمل جنود المجهولين، حياكم الله في برنامجكم عوافي وعوافي على قلوبكم. شو يا جو؟ شو؟ واقف على الكاميرا صراحة اليوم. يعني المكان رائع. الله جميل. وأنت الأروع. حبيبي على راسي على راسي. شوي نستعرض شوي الأشياء. الجو الجميل. عندنا طبعاً هني رعاة البرنامج، عندنا نبدأ بحليب المدهش، وعندنا نفس الشيء هني صلصة معجون الطماطم المدهش، عندنا فواكه عمانية، اي فواكه من اللولو اللي نوجه لهم تحية عندنا زيت خفيف، وعندنا المنارة، وعندنا هني الضيافة، عصائر الضيافة، وعندنا هني ديليشيوز اللي هي طبعا الصلصات منتجات عمانية، اي نعم 100%. وعندنا ايضا اللي هم الريف الباستا، المعجنات العمانية، هذه معجنات إيطالية، معجنات عمانية الريف. وعندنا أيضا عندنا حلويات ضيافة من 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 الحوسني. الحوسني حلوتهم الحلوة. نعم مميزة. عندنا الشهي، بهارات الشهي. نعم. الشهي طبعا معروفة، أنا بستخدمها كثير صراحة، بديت استخدمها هذه الأيام الأخيرة. نعم لأن بعد ما عدلوا فيها وعملوا لنا نكهات جدا جميلة صرت استخدمها. مشاهدينا احنا حلقتنا لليوم أم عبد الله راح تعمل لنا أكلة تقليدية حلوة جدا، وأنا راح أعملها يعني راح أعمل مع إضافة مع الأكلة هذه، راح أعمل صدر دجاج. أنت ما تخرب لي طبخي. ما يعني هذه إضافة طال عمرك. لا والله منك أستفيد، العين ما تعلى الحاجب. لا والله يعني. العين عيني أنا ما تعلى الحاجب طال عمرك. هي عموما وجبة سبق أنا عملتها يعني في أحد الحلقات لما استضفتوني كنت ضيفة. صحيح. مذيعة. نعم. فبكررها لكم بس نشوفها بعد الفاصل. عشان نحط الماي هني بعدين. أوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المبصل أو المبصلات من الأكلات الخفيفة، ممكن للضيافة ممكن للبيت، اللي مكوناتها تقريبا عندنا الدنجو المفلق مفوح وجاهز، نوع من أنواع الحمص، عندنا البقدونس، عندنا الشبنت، عندنا البصل الأخضر، عندنا الجلجلان، هذا البقدونس وهذا الجلجلان، فلفل أسود، الملح زينة. زينة. بيكنج باودر. تكملت عدد. وكركم، وممكن تضيفوا له شرائح بصل أبيض أو اللي متوفر في البيت. أحمر. عندنا طحين جميع الاستعمالات، عندنا مي. عشان فيها بصل، أيوة يسألني أبو سعود من خلال الإيربيس يقول ليش بصل؟ لأن سموها على أساس أنها كلها بصل وكلها خضروات، لأن ما نحط فيها لحوم ولا دجاج، لأن مو خبز عروق ولا شيء، هاي مبصل خضار اللي هي شبيهة تقريبا بالباكورة، بس الباكورة بطحين الدنجو اللي بطحين الحمص، ولكن هذه بطحين جميع الاستعمالات. أم عبد الله، أول ما جيت عمان. نعم. 2008. نعم. بعد ما رجعت يعني لما كنت مقيم في المملكة العربية السعودية. نعم.
طبعا هاي الاكلات هذه اللي هي مبصلات وخبز مرضوف وخبز رقاق والسوالف، نعم. هذه من الاشياء الاولى اللي انا حرصت اني اتعلمها. والمحلاي اللي هي مثل البيكنج باودر، نعم، نعم. ايوه هاي الاكلات اللي هي طبعا بديت اتعلمها قبل حتى ما اتعلم اعمل اللي هي الوجبات الدسمه العمانيه. تصدقي كيف انا تعلمت الاكلات العمانيه؟ كيف؟ خذيت شوي من عند الوالده، الله يذكرها بالخير، طبعا خذينا شوي من عند اهلي ونرحبها، الله يسلمك يا رب. خذيت نفس الشيء شوي من عندنا من اهل من صنعاء. نعم وطياري هناك في الطريق. اي والله لنا الشرف طال عمرك. بعد كنت اروح كنت اروح مسقط القديمه. الله. نعم انا عندي ربع هناك مسقط القديمه، فاروح ادق الباب، خالتي موجوده. خير عيسى، ايش تبي؟ والله ابي خالتي. سلامات، ايش هناك؟ والله خالتي ابي اتعلم منك الطبخه كذا كذا كذا. الله عليك. يستغربون هذا عيسى صاحي ولا لا، وخاصه انك شاب ومهتم يعني. نعم ادق الابواب يعني عشان اتعلم طبخه يعني. هل الاشياء هذه اشياء حلوه من الذكريات الجميله صراحه. انت صغير في السن؟ والله انا يعني ايام الاربعينات يعني. هذا العمر كله عمرك. الله يسلمك يا رب حبيبي. انزين نبدا. بسم الله. بسم الله لا اله الا الله. ايش نبدا بايش اول شيء؟ كيفك اي شيء. انا من النوع اللي اخبص الدنيا فوق تحت، ما مشكله. ممكن الجلجلان كامل ولا انا احبه يكون كثيف. نعم زين. بعدين الشبنت، البصل الاخضر، احب الالوان انا في الاكل خاصه تكون خضراء. عادة الألوان اللي في الأكل هي يعني الأكل مفروض إنه يزين نفسه بنفسه. نعم نعم نعم. خاصة الحين مثل ما أنت شايفة الأطباق كلها بيضة. صحيح. فلازم إنه نحرص عليها. ممكن هذه ما نستخدمها كلها طبعًا. تو أنت حال هيش بقيت كان كده استهني كله. شيء يعني. أيوة. إن شاء الله عشان الشعب. النبي خلونا ناكل. عشان الجنود المجهولين. عشان إيه بعدين أكمل يكون لما يخلص البرنامج. كركم او جزع. جزع احب انا الكركم كدا؟ خاصه في البابلو. إيه. زين بابل. البصل حتى كله حطيته كله. رشه ملح. وين هذا الملح؟ خلينا رشه ملح. هو غريب اليوم انا عدوي اللدود. مضطرين ابوي لان لازم لوحه شويه. شوفي زين. عندك الفلفل الاسود بعد شويه كثر. زين لان عندنا غريبه صراحه، عندنا زياده في ايوه في شيء غريب. لا انا احب الفلافل بس ما اقدر احط اي فلفل حار ثاني. انت تحبين الفلافل ولا الفلفل؟ يعني احنا نسمي الفلافل، مو هو اللي هو الفلافل اللي معروف في الشام ولا في مصر. احب انا على الفلفل الفلافل. حد منهم يسوي بالدنجو، حد يسوي بالفول. كذا كافي ولا ازيد شوي؟ تقريبا. بس الطحين ممكن يكون ربعه هذا او نصه لان ما نبي نكثر. بعد زين. هي نارك حامية من تو، وإحنا بعدنا ما بدينا. بعدك زيد الطحين يتماسك فيه على أساس إنه إيش ما يتفتت علينا. صحيح. الخضار تطلع برا. زين تمام. خلينا الدنجو. بعدنا ما. أيوة الدنجو. ترى ممكن نزيد حسب الماي الحين ومقادير الماي. كيف؟ كله؟ إيه هو كطعم كشكل، مو لازم لأنها مو وجبة. جانب من الوجبة ممكن تكون على ما إلها وقت، مو شرط الضحى، ممكن الصبح، ممكن العصاري، لكن مو شرط أنها تكون وجبة رئيسية هذه. أنا أحب المبصلات الخفايف. أحب المبصلات لما يجوني ضيوف شيء. إيه تسويها أنت؟ نعم أسويها وأعملها مع صلصات شيء. إيه على جانب تشتني. إيه مع النارجيل. نارجيل أو النعناع. أو المانجا الأخضر تبشره. أنا ما أستخدم الأنبا، أنا أستخدم شو يسمونها صلصة الطماطم مع الأعشاب شيء. إيه. إيه نعم يسمونها كوليس. توماتو كوليس. إيه بعد زود هذا لأن شوي زاد عليه الماي. وبعدين عندك هذه الخلاطة اليدوية. إيه. أقول لك واهي كان ما حركت اللي جاكيتي. نعم. هو سلامتك. يعني واهي. سلامتك أم عبد الله. من اللي جاب الطباخة هذه؟ ما ندلك والله المطبخ الأمريكي كثر الله خيرهم. ما أي والله ما طريناهم. نشكر طبعاً المطبخ الأمريكي اللي شو اسمه دعمونا بهذا المطبخ الرائع الجميل هذا. والنعم فيهم. إيه نعم هم محلهم في شارع 18 نوفمبر. إيه نعم. حياتنا اليوم كتير سريعة، وأهم إشي نلاقي التوازن بين العيلة وحياتنا المهنية. ولما يجي الموضوع للعيلة حلو الواحد يحس إنه عنده كتير خيارات ليعمل أطباق مختلفة وجديدة والكل يحبها. حلو إنه الطبخ يكون سهل وسريع بس طعمه طيب وبتحضر بسرعة.
عشان هيك أنا اخترت ديليسيو. فيلا شو عم تستنوا؟ زوروا موقع ديليسيو لتتعرفوا معنا على كل إشي جديد وحتى نبدع مع بعض بالمطبخ. حملة عماني تسعى لتعزيز الثقة لدى المستهلك بشراء المنتج العماني، ولها العديد من الأبعاد الاقتصادية. ميزان تجاري موجب، اختيارك للمنتجات الوطنية يعزز من قاعدة الصناعات وزيادة الإنتاج وتوسعة المصانع لترفع حجم الصادرات وتقلل من الواردات. فرص أعمال، كلما زاد الإنتاج الصناعي زاد عدد فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب العماني، مما يرفع من دخلهم ويعزز من قدراتهم الشرائية. وظائف، شراؤك للمنتجات الوطنية يعني زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الوظائف بالقطاع الصناعي لتحل محل الوظائف الحكومية وتوجيه الإنفاق الحكومي للتعليم والصحة ومختلف مجالات الحياة. فكر، قرر، الصناعة الوطنية تساوي الرفاه الاجتماعي. يتماسك بحيث انه ما يتفتفت علينا ويتلزق بالزيت. يعطيك العافية. ايوه قلنا لكم طحين جميع الاستخدامات استعلامات بس يستخدم. الو مين المتصل؟ استخدم هذه يعني هذه احسن لك اسهل لك يعني. اي نعم. طيب شوف جميل. اجيب الزيت انا هين الزيت الزيت هنا عشان اسخنه كذا شويه ما يكفي نستخدم بس. العافيه عندنا عافيه او خفيف صب صب. ايوه خفيف عندنا. ايوه تفضلي بعده بس 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 بس, بس. ايوه عشان ما نحب نغرق وايد بالزيت. ما انه يعني مثلا يوم نسوي كباب ولا انه يوم نسوي قيمات ولا نسوي يكون لازم يكون ممزور المقلى المقلى بالزيت. لا خلي شويه. عبد الله المبصلات شبيهه بالكباب البحريني. والله يسمونه كذي. انا حسبت الكباب في لحم في دياي. لا الكباب الكباب البحريني حتى على بالي انه في لحم ودجاج. اتاري الكباب البحريني بس نفسه كمل يعني الباكوره. الباكوره اي نعم. بس البكورات تختلف انها طحين دنقوح طحين حمص وانما هذا طحين لا ممكن يكون طحين اسمر كيف؟ طحين ابيض طحين جميع كيف الاستخدام. لا زينه كذي زينه. حطينا البيكنج باودر. ها حطينا البيكنج باودر. يلا الحين عاد خذ لك بقفشه وسبكها ان شاء الله. سخن سخن شوي. لا بعده خلي اجرب اشوف اذا ام عبد الله اذا شو اسمه. لا بعد 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 متوسخ. اسفه لا ولا لا بدا شويه ولا شوف لان ابي كريسبي انا ما با يحترق. ايوه ما يكون لونه اشقر. الله. ايوه شوف مره تقلبها لان بمره ينضق لان حتى النار حاره ما حد يمسه يقول يبا. هو طبعا اذا ملاعق تكون غير عن كذي سهله ان هذا بس انا دائما في المقالي اللي مثلي فال ما احب استخدم القفشه اللي هي تشخط. صحيح. ما بشخوط. صحيح. ما احب اشوف شخط داخل مقلى ولا داخل قدر. احب لونه كذي يكون كانه جديد وحالاته يوم تكون كريسبي بس يكون على شرط يكون الدنقو ناضج مفوحينه. نعم. من قبل. صحيح. يعني نفسه هذا. ايوه شيء من الناس اللي ما يحبوا دنقو ويتحسسوا من البقوليات ممكن يستبدلوا بالبطاط مكعبات بطاط صغيره حبه. يعني ابو سعود يسالني يقول ايش رايك في العوده كمذيعه من خلال برنامج طبخ. انا
بارد على قلبي أظهر بجمهوري من خلال برامج حلوة يحبوها وخفيفة وبسيطة وتكون قريبة على قلوبهم. يعني كنت مذيعة 10 سنوات في التلفزيون، كنت كثير ما أشارك في برامج سواء صباحية قهوة الصباح أو برامج المهم النهار أو حتى السهرات التلفزيونية. نمسي عليه بالخير الأستاذ سعيد موسى لأنه كان أغلب برامجي هو يخرجها، وأيضا شاركت في برنامج نادي السينما. لكن برامج الطبخ اللي قريب ربات البيوت، قريب الأسرة، وقريب من قلبي، أحب إذا هذا من قريب من قلبي أمانة. وزائد أنك أنت مخليني على راحتي، يعني أن أقول لي أبا يعني، وأي شيء أي سؤال يرد تلاقي يكلمني على الإيربيس وأتكلم، مخليني بأريحية يعني أطل فيها من خلال جمهوري. أحب البرامج اللايف الطبيعية لا والله البرنامج لطيف، وأنا شفته من العام الماضي والسنين اللي قبل، يعني شفت برامجكم مميزة وحابة أطل على جمهوري العماني من خلال برنامج خفيف مثل هذا. حلو الفنان يحط بصمة، صحيح، أو عنده شمولية في أكثر من شيء، مذيع، مغني، طباخ أيوة طباخ، ليش لا بأخذك معمل معي، إيش رأيك بشتغل بعمل بطولة؟ يلا أي والله، والله العظيم صحيح تكون أنت البطل. طباخ وأنا السنيدي، ما طباخ الشيف، ما طباخ الرئيس، طباخ لا والله ليش لا، صحة على قلبك، ليش للشيف ممكن تمثل لأنك أنت قاعد تمثل بالحياة. صحيح. التمثيل شنو هو؟ أنك أنت تكون طبيعي مباشر يعني تلقائي، هذا هو التمثيل. صحيح. ما في ولكن وأين ما يصير وما هذا ماشي ما الأول هاي سويناها قبل في البدايات، لكن اللي تأسس من المسرح أحس بأريحية في الأداء. صحيح. خاصة مقابل جمهور حي على الهواء مباشر، يأخذ ويعطي معه، فهني ما عندي خجل من الكاميرا، ما عندي مشكلة على المسرح، فصارت الخبرة المسألة. والله حتى شبابنا الآن اللي يجون جاهزين نجوم ما شاء الله، ما عندهم اللي يشوفوا الأعمال وعرفوا. صحيح. أيوة، وخاصة الحين نشوف لهم فواصل حلوة الممثلين الشباب اللي شاركوا بالسوشيال ميديا من خلال فيديوهات أو على اليوتيوب، ممثلين رهيبين والله، يقدموا لنا أفلام قصيرة، قاعدين يتابعوا إرشادية حلوة، قاعدين يتابعوا برامجكم على أساس شيء، يعني شو اسمه مسلسلاتكم وشو أعمالكم، وهم يعني أنتوا القدوة عبد الله. يعني إن شاء الله إن شاء الله تشقر هو ما يمنع شوية، أخليه شوية على بني زين تلين هو اللي يسمونه البصل، لازم الزيت يكون مرة عشان إيش؟ لأن عشان ما أفتح الطحينة وتكون لزقة من داخل، تكون ناشفة. صحيح. أعتقد هذه لأن اليوم إحنا مكثرين فيها الخضار، هاي تكفي كذي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت اليوم إيش باغي تسوي اليوم؟ أنا بكمل معاك شو اسمه؟ إيش هو؟ الدقاق، هذا الدقاق، صدر الدقاق. طبعاً هذا غلط كذي، إن أنا على النار وقريبة أخليه كذي بعددنا. أوكي تفضلي. هذا حبنا اليدين كذي تكون على جانب عشان لا أدفر، أنا من نوع دفشة في الطبخ. أنا قطع على عمري زيت وحالتي لله، والثياب توسخ والأوي واحترق دائماً، يقولوا برج الحمل دائماً يتعرض للنار، هاي تفتح شوية، هاي فيها صار خطأ. يعني قولي لنا يعني شو اسمه، رسلي الفاتورة احنا حاضرين طبعاً. بسم الله عليك، أويل ما أويل ما تقصروا، كلكم خير وبركة والله. الله يسلمك. هاي شوف شكلها، نزيد شوي، حلوة كريسبية وغاوية. يا الله هيل تشتني الحين لذيذ، ممكن تشقرها شوية بعد. نعمل واحدة غير؟ نعملها نعمل، ليش لا؟ في الحر وفي رمضان دايما يقولوا لنا كثروا من السوائل، ويا سلام لو الطعم طبيعي بنكهات الفواكه. الضيافة، طعم الطبيعة المنعش معك في رمضان.
وازنها وعدلها. حلو النجاح يوم مع يوم. اعطيتك هديه عيشه هنيه قدوه مرات من افضلها. كل وتهنى بس اتهنى خلها عاده وما تبدلها وازنها وعدلها. حياتك رايقه اكل صحي لحياة أفضل. إذا عندنا وقت نعمل. وليش تقول أبو سعود كيف التيم عندك؟ كيف الوقت؟ إن شاء الله. هي والله يقول ما حد يمس يباه. زين أنا حيب شو اسمه؟ تاوى ثاني عساس أعمل الدجاج عساس الوقت. يبه بزيد بعدني أنا حبة. تم عندك 10 دقائق بعدها نقدر اذا نحط. أيوة. متفلعة لوحة تشكيلية. هين هين يدين هين راس هين الريول هني بتلاقيها. والله بسم الله. ايوه خط عندك النار. تبى النار هذه لا لا انا بستخدم هاي. هناك الوسطية. ابى اسوي شيء وشيء ثاني بعد. هين كل اللي نكسبه معك. اعطيني انت هني في تطبخ في مطاعم هني في عمان ولا يعني تتعاقد حالياً معهم؟ حالياً لا أتعاقد متعاقد مع مطاعم بعمل استشاري حالياً. أنا ما عندي مطعم في عمان. بس الحمد لله يعني عندي عقود مع مطاعم في عمان. أعمل لهم القوائم أعمل لهم يعني الاستشارات أدرب الموظفين أعطيهم قوائم عالمية وعمانية نفس الشيء. استقريت في عمان خلاص انت؟ لا والله لا يعني بعدني ما استقريت في عمان. أنا عندي الحين مشروع في قطر وبحرين والإمارات. مشروع لك ولا انك تشارك؟ يعني شريك شريك. نعم شريك. ليش ما تبي تكون شريك في بلدك؟ جربت والله جربت صراحه ولكن جربت بس يعني ما لا ممكن تكون تبي تفيد خبرات خارجيه يعني والله يستفيد من العمر يعني ممكن. تجارب حلوه اللي مريت عليها تعلمت من اخطائي. نعم جميل. زين وكان في تحديات وصعوبات بس انه خلاص في عمان اكتفيت بامانه. اقول لك يا بامانه يعني قلت احسن يا عيسى انه اشوف شيء ثاني برا على اساس ان اول شيء للتغيير 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 والانتشار بس مش للهجره انك لا 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 لا, لا, لا ما للهجره لا يعني ننتشر خارج عمان شيء طيب ان احنا ننشر جميل ثقافتنا مو غلط صحيح مو ثقافتنا غلط. العمانيه بس ما العماني على بلادنا بعد اكيد اكيد بس يعني انا الحين قاعد اعمل الاستشاري لمنو لشباب عمانيين ومطاعم عمانيه ونعم. فالحمد لله فقلت انا يعني هذول اعطيهم مجال نفس الشيء ان هم يتوسعوا الشباب هذول ما شاء الله ما اجي انا اعمل لهم منيو وبعدين اروح انا استاجر لي مطعم جنبهم واعمل نفس المنيو فما يعني هاي ما حلوه عرفتي كيف؟ فاحسن اني انا يعني اعطيهم الخبره اللي عندي اعلمهم ان شاء الله يشقوا طريقهم ان شاء الله بنفسهم وانا اشوف مكان ثاني متى محتاجوني الشباب انا حاضر نجاحهم من نجاحي والله كلنا نحتاجك نجاحهم من نجاحي طال عمرك إضافة أنت للمطبخ بارك الله فيك أيضا يعطيك خلاص أنا عملتها بشكل بسيط وسهل بحيث أن كل واحدة ممكن تشكل على كيف عاد تبي تسوي بطريقة الإتيكيت. أنا ما ربشي سويته أنا طبيعية بطبخي. زين الحين عندك انت الحين طيحت انا هناك السموحه طيحت طيحتها اي نعم ما عليك اهم شيء ما عليك شر لا لها وكل شيء مكانه طيب. انزين مشاهدينا مثل ما شفتوا ام عبد الله طبعا عاشت مع المبصلات اي المبصلات عشتي عشت شو اسمه بس شويه لو تكون بنيه حبيتوها تصير حلو ما شاء الله عليك يعني ابدعتي عشان وقت البرنامج ابدعتي ابدعتي بالمبصلات عزيز وغالي كل ما اشوف شو اسمه اللون الزيت شيء اللي هو الاصفر هذا اللي هو بالكركم ذكرني بايام زمان كيف ما ادري ليش دائما لما اشوف هذا اللون يعني ترجعني الذاكره لما كنت صغير ايام المصنعه في الاجازه كذا ثلاث شهور ايش سووا هناك بالاصفر لما كانوا لما اهلنا يطبخوا مثلا يقلوا اشياء وكذي مثلا او مثلا يطبخوا غداء او شيء انا اروح اقعد يمهم شيء اشوف اراقب ف والله سبحان الله سمك مقلاي وهذا الزيت الاصفر والله سمك المقلاي الله انزين الصيمه مصيمه والصيمه مقرمشه
العظيمه والعومه. ايش يقول لك المثل؟ الصبح الصبح كذا عومه ومذمومه. نسيته والله المثل. عومه ماكوله ومذمومه. نعم. بس لذيذه خاصه يوم تكون كريسبي يعني. أوه. مقرمشه لذيذه خاصه يوم نسوي بابلو بالسهوه. الله. ولا بالصيمه نخلي العومه علي يعني بكيها. ايوه مقرمشه. ام عبد الله انت طايحه على البابلو. بابلو ولا مره سويت لنا بابلو؟ ولا مره سويت لنا بابلو؟ يوم بنسوي ان شاء الله ما يهمك. ان شاء الله بنسوي. ان شاء الله. انا الان بسوي شاي اعشاب عشان عاده لما تكون عندي اشياء فيها دهونات احب اذوب الدهونات هذه. حلو. بشاي الاعشاب بالزنجبيل بالزعتر بالسنوت بالشاي الاخضر بالدارسين. الله. احب دائما في الضيافه الشاي الاخضر او شاي الاعشاب، ما احب الشاي الاحمر كثير يعني اغير للتغيير. ام عبد الله بنقطع الحديث بخير. نعم. يعني من تجربتي معاكي في البرنامج هذا. نعم. حسيتك يعني اول مره نتعامل، يعني هاي ثاني مره اتعامل معاكي عن قرب. نعم. مره كانت حلقه. نعم. والسنة هذه برنامج 30 حلقة. نعم. يعني حسيتش انك انت ما شاء الله عليك يعني دائما عندك استقبال، دائما عندك مناسبات. عندي ناس يجوني من برا من عمان احب، وبعدين لمة الأسرة عندي انا اكثر شيء لمة الأسرة امانة يعني. الله. لان قليل ما اروح يعني مو اجتماعية كثير امانة انا لاني خارج السلطنة اكثر وقتي. نعم. فاعوض اهلي واسرتي وعيالي اني اقعد في البيت، مو اني قصد ان اكون بيتوتيه وانما ارتاح، لكن لما تكون في مناسبات اجتماعيه يعني لازم نروح لها. نعم. اي واجب فرح عزا لا سمح الله. نعم. اروح. امري ايش بغيتي؟ ابغى مقمشه قفشه ملعقه سبون. خشب ولا ها هاي؟ هذه زينه. تفضل. هذا انا بسوي ماي مثل ما شفتوا. نعيد المقادير. زعتر اخضر عماني. نعم. زعتر. نعم. زين مو زعتر جبل اللي بلبنان يجيبونه، لا زعتر عماني من جبل اخضر. ايوه هني من جبل اخضر موجود هني بعد. نعم. انا يجيبوا لي اياه وحيد من سويق والله كان يجيبوا لي اياه ما اعرف. نعم. زين دارسين حب، ما احب الباودر عشان ما تستوي غليظه. زنجبيل قطع زنجبيل. نعم. زين وسنود احب للسنود. وفي عندي شاي اخضر اليوم كان عندي طازه انا زارعه في البيت بس الظاهر ما شاء الله عليك زارعه الشاي في البيت. اي والله العظيم ما شاء الله. صادقه صادقه شاي اخضر. فهذا بالعلب بس ليش انا خليته على جنب على اساس ما يتاكد يصير اسود ويصير مر. صحيح. اخليه اخر شيء رشه واحده واطفي النار. ما شاء الله عليك. عادك ما احط له سكر ولكن اللي يحب يحلي بالسكر او يحلي بالعسل او يشربه من غير شيء. نعم. هذا يهضم المعده. نعم. ايوه حلو. نعم. ما تستخدم سكر ابدا. تعجبني ابدا. احييك طبعا لين فوح يعطي لنا الدارسين عص يكون شويه ياخذ ويعطي. احب شويه مروره الزعتر. انزين وانا راح اغرف هني والسنود بس زهبت البو معك ما شاء الله. كل ما خليته المبصل تكون خفيفه وضعيفه كل ما ألد وتكون كريسبيه اكثر. وزنها وعدلها حلو النجاح يوم نار يوم حياتك هديه عيشه هنيه خذ وتبارك من افضلها كل وتهنى بس تهنى خلها عاده وما تبدلها وزنها وعدلها حياتك رحلة اكل صحي لحياة أفضل. في الحر وفي رمضان دايما يقولوا لنا كثروا من السوائل ويا سلام لو الطعم طبيعي بنكهات الفواكه الضيافة طعم الطبيعة المنعش معك في رمضان. حياتنا اليوم كتير سريعة وأهم إشي نلاقي التوازن بين العيلة وحياتنا المهنية.
ولما يجي الموضوع للعيلة حلو الواحد يحس إنه عنده كتير خيارات ليعمل أطباق مختلفة وجديدة والكل يحبها. حلو إنه الطبخ يكون سهل وسريع بس طعمه طيب وبتحضر بسرعة. عشان هيك أنا اخترت ديليسيو. فيلا شو عم تستنوا؟ زوروا موقع ديليسيو لتتعرفوا معنا على كل إشي جديد وحتى نبدع مع بعض بالمطبخ. أهم شيء المكونات وتتحكم ربة البيت أو اللي بيطبخ اللي بيحضر هذا الطبق يتحكم فيه يكون أشقر. وين الكاميرا؟ تشتني نارجيل ومانجا وفلفل وليمون. حلو. طلع لذيذ ضربوه بخلاطة على جنب مثل شو يسمونه مثل خلطة مع الفكورة. نعم. شيء منهم سووه بالطماط والليمون والخل والملح. نعم. يضربوه بالمكسر خلوه صوص أو صلصة أو اللي خبرتك عنه يطلع لذيذ. نعم. ايش سويته انت الحين؟ بزين الطبق. وين الكاميرا بس تركز هني معي. راح اعمل حركه تو. انت طفيت علي النار بس لك ولا هيك؟ ما طفيت. لا 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 شغاله. اشوف ماشي بارده النار. اي لا لا شغاله شغاله لانها بايفوح شويه. زين مشاهدينا وين الكاميرا؟ على هاي. اوكي نضغط الدقيقه صدر نضغط. انزين حطينا. طبعا نوجه تحيه لديليشوز، استخدمنا صلصه من صلصات ديليشوز. خذينا تيشو. شو بسوي؟ حكمه سوى لوحه تشكيليه. شايفين مشاهدينا لو اي حرف هذا زقزاق. اه زقزاق شي بس سوينا على دبليو 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 دوت نوت. انزين دبليو يا حلو كشف عيسى. والله كوميديان عمل الجاي انت معنا ممثل ان شاء الله. ان شاء الله مع استاذ صالح استاذ سعود هجوم من العمانيين جميلين مع استاذ ابراهيم. ناخذ الله ناخذ البصلات. ابوي نارك بارده ما طايع فوح. زين وهناك شقشق. هني الامور طيبه. ايوه هاي شيء جديد اول مره اشوف ان الديايه فوق المبصل. آه شفتي؟ هاي صارت وجبة هذه. اي نعم. وانا كنت مستبعدة على انه صحن جانبي يعني ضمن المقبلات. آه شفتي كيف؟ لكن هاي استوت وجبة كأنها همبرجر. نعطيها شوي. بس هذا ما يحتاج تضيفوا له خبز. أي انا نعم. اقول لكم لا خبز لا عيش لا شيء. ما عليكم من الشيف. يقول لكم اكلوها بالخبز. اي والله. بس ما عايبني الشكل طلعت صفرة صفرة. مستعيلين ماكلين شوبنا ني. كركم لا لا مع الكركم انا احبها كلي صفرة بس تكون شقره. هي اهم شيء المكونات. انزين الحين بدا يفوح نضيف شويه شاي اخضر عشان ما نخسر طعمه وفوائده وقيمته. وفاح الشاي بعدين مباشره نصلوه. ايش يقولوا صلوه؟ المشخل. حطوا المشخل فوق. شغلوه. حد يقول صلوه حق يقول شغلوه. حد يقول حد يحبه هو ورقه بس صحيح. ما احبذ انا يعني. تحط المشخل فوق الترمس وتصبه. او نستخدم هاي الكوب الصيني هذا ممكن اللي فيه. نعم. المشخل منه وفيه وشي بعد المغربي بس الاباريق المغربيه اتاي اتاي. أيوة. لا بس انا افضل البريق اللي عفوا الكوب الصيني. إيه؟ وما على طول يعني هو ساخن شي نشرب الشاي نخليه شوي يكون مركز يهدى شوي الاعشاب هذه كلها تنزل. أيوة. وكيف بعدين نشربها شوي شوي غاب غاب وما شاي. نشرب الشاي وهو شو اسمه ساخن. المفروض الشاي نشربه وهو دافي. دافي صحيح. أينا. نعم نعم كلامك صح. مشاهدينا شفتوا المبصلات شفتوا الدجاج حال طريقه البرزنتيشن اللي عملناها طريقه حديثه وجديده. نعم. في عندنا كذا طريقه للبرزنتيشن الحين. في حركه اقدر اعملها حركه ثانيه في عندنا وقت ما عندنا وقت خلص. ايش تبى تسوي؟ كنت ابي بس اراوي المشاهدين بس حركه. ايش تبى ثانيه؟ خل بعاونك انا بساعدك. ايش البضنجان اليوم شكل بضنجان توت الا من الجبل الاخضر. نعمه والله يا رب الحمد لله. الليمون الطماطم الطماط ماشي طماط صغار. لاحظوا هالحركه هذه. بنحط الصلصه هني. باغي احط شقره. بنحط صلصه. حطينا صلصه. اوبا هاي ايش طعمها؟ هاي اللي هي التتبيله الفرنسيه. زين وايد طيبه. الله. وهذا المايونيز كله بالمايونيز. كله بايش؟ بالمايونيز. على فكره بذكر بعض النساء اللي مهتمين بالجمال وبالوجه وبالقناع وهذا عندكم طحين دنجو؟ طحين دنجو
تخلطوا قفشتين مع قفشة عسل مع قفشة روب مع عصير ليمونة ولا عصير برتقالة نصها، دهنوا ويهوكم للطخوب كذا. وبعدين خبش الوي بثلج ولا ماي بارد، شوفوا عاد نظارة. زين ام عبد الله، ابوي بناخذ دائما كاسة او صحن يكون كذا بهالطريقة. ايش بتسوي؟ زين وننزل غيرها. زين عبارة عن ايش؟ نقدر نزين هني على الاطراف وشي. الله، هاي يعني حركات جديدة. اي شيء مسطح يعني. اي نعم، لازم مسطح. لازم. اي نعم، هاي الحركات هاي الجديدة اللي احنا نسويها في المطاعم. أيوة. او انه فناتك الخطوط هذه حسب ما كذي. اي نعم، منهم الشاكليت يوم يسوي الشاكليت والكريمة الشوكليت كذا يزينوا. اوكي، وين الكاميرات؟ اوكي، الطبخ فن وذوق واخراج. أم عبد الله، أنا استمتعت صراحة بالعمل معك وتقديم هذا البرنامج الرائع. أخو عزيز. أي والله، وصراحة يعني تعرفت عليك من قرب، وش اسمه الأناقة اللي أنت فيها، الشياكة اللي أنت فيها، الشقاوة اللي أنت فيها في المطبخ، ما شاء الله عليك. أحبكم بسيطة. كلامك الشيق الحلو صراحة كثير، أنا كثير استمتعت باللكنات العمانية القديمة هذه. مفرداتنا ما يهيانا عن، أنا ما يهياني عن الهرقة العمانية واللهجة العمانية الجميلة الرائعة. نختار المفردات الجميلة منها عشان نوصلها للناس يفهمونها. أم عبد الله، نتمنى أن المشاهدين استفادوا من حلقة اليوم من بصلات، مشوا معنا خطوة بخطوة. نعم. صدر دجاج، التزيين، الشاي، شاي هاي أهم شيء. الشاي لونه شوية أغبر بس هو هذا يعني مركز، ونصله في التربس ولا شخلة ونشربه، إن كان مع عسل ولا مكان مع السكر، ويلا في مال لا نشوفكم إن شاء الله. مشاهدينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، في أمان الله، مع السلامة. I'm gonna go get some more.